السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ النهاردة بقى نحضر كيك بحجم عائلي بطريقة سهلة جدا وناجحة جدا جدا. تابعيني عشان ما يفوتكيش اي حاجة، عشان كمان تعرفي ليه الكيكة بتهبط معاكي ولونها بيكون غامق وكمان بتكون ناشفة. هقولك على كل التكات اللي تخليها ناجحة معاكي. اول حاجة، نوع الدقيق اللي انتي بتستخدميه، لازم الدقيق يكون نوع كويس، يعني يكون متعدد الاستخدامات او يكون كيك متخصص دقيق متخصص في الكيك. تاني حاجة، حجم البيض. حجم البيض يختلف جدا في قوام الكيك، لازم البيض هنا يكون حجمها كبير وتكون بحرارة المطبخ. وكمان السكر، لازم لون السكر هنا يكون حبيبات بيضة عشان الكيكة بتاعتنا تكون لونها فاتح. وكمان بيكنج باودر، لازم نستخدم نوع بيكنج باودر كويس، والكمية كمان تكون مناسبة، ما تكونش كتير ولا قليلة. كمية البيكنج باودر هنا 16 جرام. وكمان نوع الزيت بيفرق يا جماعة، لازم يكون زيت خفيف وفاتح زي ما انتي شايفة كده. والفانيليا تفضل تكون فانيليا سايلة. المكون بقى اللي بقولك عليه اللي بيخلي الكيكة بيضة جدا وفاتحة، الزبادي. هتضيفي كوباية من الزبادي وطبعا رشة من الملح وكوباية من الحليب. هي دي المكونات بتاعت الكيكة بتاعتي، مكونات بسيطة جدا وموجودة في البيت عندنا، يعني الكيكة اللي انتي متعودة عليها. لكن هنا الطريقة اللي بتختلف علشان الكيكة، يعني كلكم بتقولوا لي احنا بنستخدم نفس المكونات لكن الكيكة بتهبط. تابعيني علشان بقى اقولك على التكات والاسرار اللي تخلي الكيكة بتاعتك نفشة كده وحلوة، وكمان هنعملها شوكولات وفانيليا. اول حاجة، كسرت البيض كده بتاعي، وشوفي حجم البيض عامل ازاي. طبعا بحرارة المطبخ ضفت عليه السكر، هنا كوباية من السكر الا معلقة. عيار السكر هنا اكتر من الحليب والزيت، يعني زودت حوالي 3 معالق. هسيبلك المقادير بالظبط في صندوق الوصف. هضيف الفانيليا لان ساعات ناس كتير بتنساها، فضيفيها على طول بعد السكر. وبعد كده هاتي بقى المضرب الكهرباء بتاعك واخفقي كل المكونات دي كويس جدا جدا مدة لا تقل عن 5 دقايق، لغاية ما اللون يتحول لابيض. لون الخليط ده تلاقيه ابيض، هتفضلي تخفقي بالمضرب الكهرباء لغاية ما الخليط ده يبقى لونه فاتح خالص زي الشكل اللي انتي شايفاه كده. وبعد كده بقى يا ستي هتضيفي الزيت، هتنزلي بالزيت شوية شوية كده والمضرب شغال وانتي لسه مستمرة في الخفق. بعد كده هتخفقي لمدة 2 دقايق كمان، وهتلاحظي دلوقتي ان القوام ابتدى يتقل. هخفق 2 دقايق كمان 3 زي ما قلتلك، وخلاص كده هشيل المضرب الكهرباء وهستخدم بقى ايديا او المضرب اليدوي. ضفت الحليب وهقلب كده بالمضرب اليدوي بدون مبالغة لمدة 2 دقايق. طبعا انا دلوقتي ابتديت ان انا اولع الفرن علشان يسخن، وهرجع تاني للكيكة بتاعتي. وهنخل بقى الدقيق، كمية الدقيق المستخدمة هنا 3 كوبايات، الكوباية اللي انا عيرت بيها الحليب او الزيت. هبتدي انخلهم كده، ولازم تنخلي الدقيق، وكل ما تنخلي الدقيق كل ما هيديكي نتيجة احسن في الكيكة. نخلت الدقيق كده 3 كوبايات، وكمان نخلت البيكنج باودر، استخدمت الكيس كله بما يعادل 2 معلقة صغيرين، وحطيت كمان رشة من الملح. نلاحظ بقى الطريقة اللي انا بقلب بيها الخليط بتاع الكيكة. بصي، بتقلبي كده بالطريقة دي من تحت لفوق بالراحة كده اتجاه واحد، مش محتاج مضرب يدوي ولا كهرباء ولا اي حاجة. وطبعا ممكن تحضري الخليط الاول، البيض والسكر في الخلاط الكهربي او المضرب اليدوي، مش ضروري خالص المضرب الكهرباء. خلاص كده الخليط بقى ناعم، فضلت اقلب لغاية ما بقاش فيه اي تكتلات، وده بيكون شكله. دلوقتي بقى هضيف اخر مكون اللي هو كوباية الزبادي او 5 معالق زبادي. ضفت الزبادي وقلبت تاني، وبعد كده هقسم بقى الخليط نصين، نص فانيليا ونص الشوكولاتة. هضيف له 2 معلقة من الكاكاو الخام الغير محلى، وهضيف كمان 2 3 معالق من الحليب علشان القوام يبقى متساوي في السمك. هقلب كويس جدا برضو بالسباتيول بتاعي لغاية ما الخليط يكون مفهوش اي تكتلات. جبت القالب بتاعي او الصينية مقاس 28
اكبر صينية في الطقم. انا زي ما قلتلك عاملة كيك بحجم عائلي. جبت قطعة من الزبدة وابتديت كده ان انا ادهن بيها الصينية والقالب اللي انا هستخدمه كويس جدا. وبعد كده حطيت معلقة كبيرة من الدقيق وابتديت ان انا اوزعها كده واتخلص من باقي الدقيق. وجبت كوباية صغيرة حطيتها في نص القالب وجبت الخليط بقى الشوكولاتة والفانيليا وابتديت ان انا احطهم مع بعض كده بالطريقة دي. انا هنا عملت كمية الفانيليا اكتر من الشوكولاتة. بتصبيهم الاتنين مع بعض بالطريقة دي كده في وقت واحد. ده بيكون شكل الكيك. وكمان الكوباية اللي انا حطيتها هضيف فيها شوية من المية عشان الكيكة بتاعتي تطلع هشة كده وما تهبطش من النص. دخلت بقى الكيكة الفرن رف اوسط لمدة 40 دقيقة او 45 لان الكمية كبيرة بتاعت الكيك. ما بنشغلش شواية خالص للكيكة. شلت بقى الكوباية. بصي المية لسه موجودة ما خلصتش ولا حاجة. هشيلها كده بالراحة. طبعا هسيب الكيكة لما تهدى. بصي بقى مش متشققة ولا فيها اي حاجة واستوت 100% زي ما انت شايفة. اختبرتها بخلة او بشوكة المتوفر عندك. وبعد كده هقلبها بقى في الطبق اللي انا هقدم فيه. طبعا لازم نسيب الكيكة تهدى شوية علشان تطلع معانا وما تتكسرش. ده بيكون شكلها ما هبطتش ولا حاجة. هنقطعها بقى سوا. بصي طرية جدا جدا وهشة زي ما انت شايفة كده. هقطع قطعة من الشوكولاتة عشان تشوفي شكلها وهقطع كمان قطعة من الفانيليا عشان تشوفي قد ايه هي مستوية. لونها فاتح وكمان هشة جدا. هشة قوي وخفيفة. الزبادي اداها طراوة كده وهشاشين وكمان لون فاتح. وكمان الكيكة اللي بالشوكولاتة ده بيكون شكلها بصي عاملة ازاي. حاجة كده في منتهى الروعة وهشة جدا. طبعا تقدري تقطعيها وتقدميها في طبق التقديم على طول ويكون شكلها جميل. انا هنا قطعت الكيك كله بصراحة وبغطيه بعد كده بالبلاستيك راب او كيس نايلون وبحطه للي عاوز ياخد قطعة. بصراحة بحس ان الموضوع ده اسهل عليا. وممكن كمان نحطه لولادنا في اللانش بوكس في المدرسة. بيكون حاجة صحية جدا وطعمها جميل ومغذية في نفس الوقت وانتي اللي عاملاها بايديكي وكمان طعمها جميل وحاجة كده في منتهى الروعة. بصي كده زي ما قلتلك انا قطعتها بالشكل ده. هقطع كل الكيك بنفس الشكل دوا. شكلها جميل قوي بصراحة. بصي ده شكله بقى الكيك كله بعد ما قطعته. هي كده راقية جدا في منتهى الجمال. وكمان اتبقى معايا شوية من خليط الشوكولاتة والفانيليا فعملتهم في طبق صغير او قالب صغير كده. ده برضو بيكون شكله برضو دهنت القالب بتاعي بمسحة من الزبدة ورشة من الدقيق علشان ما يلزقش ولا يتحرق من تحت ولا حاجة. وقلبته كمان في طبق التقديم وقطعته. وعايزة اوريكي لو انت عملتيه في صينية هيكون برضو ناجح وفي منتهى الجمال. يا رب الطريقة تعجبك وتكون سهلة وبسيطة. وما تنسيش تحطيلي لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.